آنسة إرماك؟ أنا زعجتك شي؟ لا نيفرا، شوفي هو ما صار شي، بس أنا قلقت عليكي وأجيت مشان أسألك إذا لازمك شي. الله يخليكي لا تساوي هيك، حرام عليكي، بعدين أنتي لسه جديدة تعافيتي. تعافيت؟ مين قال إني تعافيت؟ وأساساً كل المصايب اللي إجتني بسبب هالمرض. طيب قليلي شو الموضوع؟ سمعتك عم تحكي مع فورال بيك، عن جد بدكم تتطلقوا؟ طيب ليش؟ كنتوا كتير مبسوطين. كنا مبسوطين عن جد؟ مبين في شي تاني ما بدك تقولي مو؟ أنا كتير بحبه وبعشقه لكنا، بس عم يشفق علي لأنه إنسان رائع تخلى عن أحلامه وسعادته مشاني. كيف يعني؟ ما فهمت. ما في شي مانو مفهوم نيفرا، ما حدا بيعرف إمتى بكون بالبيت وإمتى بالمشفى بسبب مرض، مو مبين لسه قديش رح عيش كمان، وما بقدر أعطي زوجي ولاد. لهالسبب ما ضل في أي معنى للزواج. معقول هلأ تنفصله؟ بعدين فيكن تتبنوا شي ولد؟ لا ما بيصير هيك نيفرا، أنا كتير بحبه وبتمنى إنه يكون مبسوط، بس ما فيني أسعده بالظروف اللي عمر فيها. بضيعتك ما علموك تدق الباب؟ شو قلت لأرماك؟ ولا شي. أنا بعرف إنه إلك إيد بهالموضوع، لأنه كل حياتك تهديد وابتزاز، أنت ما بتشفق على أختك فورا، شو قلت لها لقررت تتطلق فجأة؟ تعرف شو مشكلتك يا صياد السمك؟ أنت مفكر حالك شغلة وكأنك محور الكون، وبتظن إنه فورال ديمير أوغلو ممكن يفكر بواحد مثلك ما؟ بلا كلام فاضي وجاوب على سؤالي. أنا ما ساويت شي، وبالأحرى ما في داعي إني ساوي شي، لأنه أرماك قدرت إنها تشوف حقيقتك بعيونها، فهمت؟ كلياتنا منعرف إنه أختي ما رح تضلها متزوجة رجال مستوى أقل، بس سكتنا لأنها مريضة. ما عم صدقك أبدا. طبيعي ما تصدقني، ودائما بتتضايق مني لأني بذكرك مين أنت. إذا عرفت إنك سويت أي شيء زعلها لأرماك، وقتها ما بعرف شو ممكن ساوي فيك، مفهوم كلامي؟ هي الحقيقة، أرماك ما عاد تشوفك بتليق فيها، وطبعا بعد ما عرفت إنها متزوجة أخو المجرم اللي قتل أمها، هذا الشيء أثر عليها كتير، وطبيعي ما عاد تقدر تتقبلك كزوجة. يعني لازم تفهم إنه مو دائما بيصير يلي براسك يا صياد الزفت، فهمها بقى. فيك تطلع هلا، يلا. بس لو إنك شفتي حفلة العرس، بيجنن مثل يلي بالقصور بس بقارب فخم، وأنا لو شفتيني كنت أحلى وحدة. يي دقي على الخشب بلا ما تحسديني. ايه على فكرة زعلت على أختي ملك، إلا إنه ما بيصير كون أحلى من العروس بالعرس، بس مو بإيدي حبيبتي، أنا كلي على بعضي طاقة وحيوية وتيابي مثل الأميرات. ايه ما دخلني إذا كنت عم ضوي مثل الشمس وسلبت عقولهم. تعرفي إذا بشي يوم لبست فستان عرس الكل رح ينعموا. آنسة إبرو، كيف فيني ساعدك؟ سنان بالبيت؟ إيه بس نايم بغرفته، ما فيك تفوتي. بعدي هيك في موضوع مهم بخصوص الشغل. آنسة إبرو، آنسة إبرو، يلا فيق لشوف سنان بيك. شو عم يصير؟ يلا قوم بسرعة. سنان بيك، قلت لها ما تزعجك بس ما سمعت كلامي. ماشي نيفرا، فهمت عليكي، انتي اطلعي لبرا. خير، انتي شو عم تساوي هون؟ صار وقت الظهر يا بيك، عندك علم شي؟ وإذا صار وقت الظهر شو جابك لعندي هلأ؟ اسمعي إبرو، الأفضل يكون عندك توضيح منطقي، وإلا أنا كتير تضايقت من جيتك لهون. أنا اجيت لهون بس مشان انقذ لك حياتك يا غبي. انتي شو عم تقولي؟ طبعا كل تفكيرك بالسهر والتسلاية وما بتعرف شو عم بصير بالشركة. شو صار بالشركة؟ بعد ساعة واحدة في اجتماع كتير مهم لمجلس الإدارة حبيبي، وإذا ما رحت على الاجتماع رح تنسحب كل الحقوق من إيديك.
لا ابدا لا لا ابدا حاجتك بقى لك اخوك حبيبك عم يلعب الف لعبه وسخه بس مشان يبعدك عن الشركه وانت لهلا ما همك غير بس تضيع وقتك وتتسلى مع بنات الليل ارجع على وعيك بقى خير ان شاء الله خال مو المفروض تكون بشهر العسل خير انت شو عم تساوي هون اي شهر عسل ونحن بهالعمر يا ابني انا وملك كل يوم عسل بالنسبه لنا شو صار بقى انتك متضايق في شي مشكله ما في شي جديد نفس الوضع لا مو مبين ابدا انه نفس الوضع اقعد لشوف بالأول رح نزل لكم المقبلات وبطاطا مقلية ماشي عنا كتير أنواع لحوم وسمك ومعجنات كمان في عندكم فطاير بلحمة يا ترى؟ ايه طبعاً في عنا تكرم وكفتة بدكم كفتة؟ ايه طبعاً في عنا رح ناخد طلبكم فوراً أهلين وسهلين أي ريح جابتك لعنا؟ شو رأيك كون أنا جبت الريح معي؟ شرفتنا تفضل أقعد بتحب تشرب شي؟ لا شكرا لك بلا ما قال هيك وعطلك عن شغلك حفلة مبارح كانت رائعة بالنسبة لي لهالسبب حبيت شوفك وتشكرك مرة تانية متأكد انه ما بدك تشرب شي؟ لا ما بدي شي تفضلي بالحقيقة بدي اعترف لك بشي كتير مهم بصراحة اجيت لهون بس مشان شوفك هذا ليلة مبارح كانت رائعة يعني جو العائلة حلو ووجودي بيناتكن كتير أثر فيني وفوق كل هاد معاملتك اللطيفة وابتسامتك وحيويتك خلوني أعجب فيكي أنا تأثرت فيكي من أول مرة شفتك طبعاً أنت ما شفتيني وقتها بعدين نحن تقابلنا بالعرس بصراحة خبرته لكنان وهو شجعني أحكي معك دقيقة ما فهمت عليك كنان شجعك تحكي معي؟ يعني قال لك تجي لعندي وتصارحني؟ يعني أنا استشرته لأنه بيعرفك وهو قال لك تجي وتحكي معي؟ نحن واعيين وأنا بما أني صادق بنيتي تجاهك لهيك رح كون واضح إذا بتحبي تعرفيني كمان بتمنى تقبلي عزيمتي على العشاء اليوم طيب لكن خلونا نبلش باجتماع مجلس الإدارة الظاهر سينان بيك ما قدر يجي على الاجتماع هلأ ارتاحوا لا تزعجوا حالكم شوفوا شوفوا على الحركات شكرا مرة تانية هذا العفو بتشرفنا دائما رجاء ممكن تفكري بعرضي مرة تانية بشوفك بشوفك هازال مو هاد بهادير شو في ليش اجا اجا وبس ما بعرف بنتي صاير لك شي لا امي ما رح يصير لي شي شو حكينا لحتى عصبت ابرو انتي منيحه شبيك أنا منيحة
خبصت بالأكل. يمكن السبب الأكل على الأغلب. حبيبتي إن شاء الله يكون بسبب الأكل. اهتموا بشغلكم وبلا لعي. أكيد بسبب الأكل. لعنكم غيورات. ما كان في داعي تشجع بهادير بخصوصي وتزعله. ما رح ساوي شي بعصبية، بكرة بشوفه وبحاسبه. يعني بكل اختصار أنا لهلأ ما عرفت شو صار بالضبط. قسما بالله وأنا احترت كمان. ليش هالبنت مو كانت تحبك وتعشقك بجنون؟ شو صار لحتى تغير كل شي فجأة؟ لسه قبل يومين كنتوا عنا على العشاء، ومبارح حضرتوا سوا حفلة العرس. والله ما حدا بيعرف جيل هالأيام، قرارات الزواج والطلاق ما بتتاخد فورا. شكيت انه فورال له علاقة ورحت لعنده لحاسبه، بس واضح انه ما دخلوا بالموضوع. بس طبعا ما فينا نقول انه ما انه مبسوط بهالخبر. معناتها أرماك أخذت هالقرار بنفسها وما فيك تساوي شي غير بس تحترم قرارها. أكيد هيك رح يصير، بس الشي الوحيد اللي مخوفني وشاغلي بالي هو إنه أرماك تحس حالها وحيدة وإنه تسوء حالتها أكتر. يمكن المشكلة هون كنان. كيف يعني؟ ابني أنت كتير عم تفكر بأرماك وأنا بعرف وشايف، بس بالحقيقة أنت عم تهتم بأرماك مثل ما الأخ بيهتم بأخته، وهذا الشيء واضح للكل. أنا عم ساوي اللي بيطلع بإيدي خال، أو لنقول حاولت ساوي. ما أقدر تعبك تجاه الموضوع، بس أنت لهلأ ما بتحبها لأرماك أبدا. أي مرأة بتفهم إذا الرجال اللي قدامها عم يمثل أو عم يكذب أو إذا كان فعلاً عم يخبرها الحقيقة. برأيك زعلتها كثير؟ لا تلوم حالك، هذا القلب. معناتها أرماك فهمت الوضع، مثل كل مرة عندها كبرياء وفضلت إنه تروح. بصراحة أنا عم يخطر ببالي سبب تاني. أرماك عرفت من جديد إنه يلي قتل أمه بيكون أخي. طبعا هذا سبب كمان. يمكن ما قدرت تتحمل انه تضل متزوجة اخوها اللي قتل امها، وعلى الاغلب هي ما خبرتني بهي الحقيقة بس مشان ما ازعله قدها. للأسف كل الامور اجت فوق بعضها وما في خيار تاني غير تتقبل هالوضع. حط حالك انت مكانها. يعني قصدك انه معها حق؟ كل شي بينحل بهالوكالة مو هيك؟ ايه أرماك خانم. أنا بعد كم يوم رح سافر على جنوة وما بدي تصير ولا مشكلة بموضوع الطلاق لو سمحت. كوني مطمنة، كل الأمور تمام. طبعاً نحن رح نضل على تواصل. ايه أكيد. إبرو، صدقيني ما بعرف شو بدي قلك. لو ما حذرتيني كان فورال أخذ كل حقوقي من إيدي. ما رح أنسى معروفك أبداً. إن شاء الله تكون فهمت بالنهاية إنه أنا كل همي مصلحتك وبس. إبرو، وأنا منتبه إني بآخر فترة خبصت شوي وما كنت عم بهتم فيكي. يعني معك حق بكل شيء، بس صدقيني عقلي كتير ملخبط. ولا يهمك،
ما في داعي تكفر عن ذنوبك هلأ. وغير هيك كل اللي أنا سويته اليوم مشان مسؤوليتي تجاه وظيفتي ومديري. يا ترى بتسامحيني على غلطي؟ إبرو؟ وضعك مو عاجبني، أنت منيحة؟ لونك أصفر. ولا يهمك سنان، ما فيني شي، يمكن خبصت بالأكل. طيب أنت روحي على البيت، أو الأفضل تمري لعند الدكتور. طيب لأشوف. خبريني شو بيصير معك. إيه؟ ماشي. ألو كينان، أنت فاضي ولا مشغول بشي؟ لا أبداً، أنا فاضي وعم بتسلى بالقارب. بالقارب؟ بهذا الوقت؟ أكيد أرماك مو مبسوطة لأنك عم تشتغل بالقارب. بدك تقولي شي خير، شو الموضوع؟ فينا نلتقي بكرة؟ ماشي، منلتقي. صاير شي؟ لا أبداً، ما صار شي. كنت بدي أعطيك الوراق مشان الأشخاص اللي رح يشتغلوا معنا. هي مو مشكلة، تعالي أمتى ما بدك، أنا هون. ماشي بشوفك. مانو منتبه أبدا، بتمنى تقول بوشي اللي قلته لبهادير. يمكن لازم نسميها طاولة المطلعين. فهمت، أنا وأنت مطلقين، ليش لا تشمل أرماك من دون سبب؟ تعرف يا سينان، لازم أعطيك جائزة الأخوة لما كنت عم تشرب وتسكر وتتسلى مع بنات الليل، وكنت عم تحاول تقوي مكانك بالشركة، نسيت أختك أرماك. فوران لو سمحت، بلا هلف والدوران، قول بسرعة. أرماك العضو الجديد على طاولة المطلقين، هي رح تطلق من زوجها. وصلتك الفكرة هلأ؟ أرماك؟ شو عم يقول؟ كل اللي عم بيقوله صحيح أخي، قررت أني أتطلق. شو؟ ليش؟ ها استغربت؟ ليش؟ ليكون صياد السمك بيلي بأختك. بتعرف أنه كينان ما بيعني لي فورال. أرماك، أنت متأكدة؟ فكرتي بالموضوع؟ اتطلعي فيني، هالقرارات الكبيرة ما بتتاخد بخناقات صغيرة. لا مو هيك، ما أخذت هالقرار بسبب خناقة بسيطة وسوء تفاهم. شو السبب؟ كنتي مبينة مبسوطة. بالحقيقة مشاعرنا باردة تجاه بعض، ولما عرفت إنه أخوه قتل أمي ما عاد تقبلته. معك حق أختي، ما في شي لأقوله. برافو أرماك، وأخيراً قدرتي تقنعي سينان بيك. بدي ريح راسي لفترة ببيتنا يلي بجنوة، وطبعاً أنا حابة ضل لحالي، وهاد كل شي. دايا، شو خطر على بالك جنوة؟ ما بسمح تكوني هنيك لحالك بنوب. بس ما رح كون لحالي، في هنيك ست فيرونيك وأصلي كمان. أي ست فيرونيك؟ المرة صار عمرها 97 سنة، هي ما بتقدر تهتم حتى بحالها. وبعدين لازم نشوف إنك منيحة أختي. أخي، مبالغتك باهتمامك فيني بيمرضني أكتر. أنا مو طفلة ورايحة لهنيك لأتعافى، أنا بحاجة لهالشي، وإنتوا رح تزوروني دائما. خلص فورال، برأيي بلا ما تضغط عليها، ساوي بس يلي بيريحك أرماك. المهم سعادتك. طبعا المهم سعادتها، وعندها أخوة مثل الجبال وراها. نحن وين غلطتنا يا ترى؟ كيف بقى؟ ما نكون شايفين؟ ثلاثتنا وحيدين؟ أكيد مو الذنب عليهم، يمكن كان في شوية نقص بتربايتنا، وهالنقص ضل جواتنا وحاولنا إنه نعبيه بالناس يلي ما بيحبونا.
يمكن. شو يعني؟ هلأ كلياتنا غلطانين؟ إذا مالنا غلطانين مجروحين؟ لك شو قصة هازال من ليلة مبارح ما عم تحكي بنوب ووشها عابس؟ صار شي ما بعرفه؟ لا مو صاير شي، أو على القليلة ما في شي بعرفه. معناتها ليش البنت مانا على بعضها؟ أنا منتبهة إنه هي من مبارح مانا على بعضها بس هيك. كيف هيك؟ اسمعي، ليكون فورال سوالة شي للبنت وما عم تخبريني. لا لا، مشكلتها مو فورال. لكن بمين؟ ليكون كينان. أنا ما بعرف أي شي بس عم أتوقع عزيز. شو هنن اتخانقوا؟ لا ما في هيك شي عزيز، على الأغلب البنت بتغار شوي من أرماك. بتغار من أرماك؟ إيه. لا تواخذيني، أنا نسيت إنه خبرك امبارح أرماك قالت لكينان إنه بدها تتطلق منه. لأ وشو خطر عبالها؟ كانوا مبينين مبسوطين. كينان ما فهم شو القصة بس الواضح انه البنت جدية. كينان ما عم يخلص من المصايب، وهازال عنده علم بهالشي؟ لا ابدا، على الاغلب انه كينان لساته مصدوم وما تذكر انه يقول لهازال انه بدها تتطلق منه. نعم هازال. انا اجيت، تعالوا خذ الوراق. طيب ماشي، جاي فورا. بدي اعترف لك بشي كتير مهم بصراحة، اجيت لهون بس مشان شوفك هزار. ليلة مبارح كانت رائعة، يعني جو العائلة حلو ووجودي بيناتكن كتير أثر فيني، وفوق كل هاد معاملتك اللطيفة وابتسامتك وحيويتك خلوني أعجب فيك. أنا تأثرت فيك من أول مرة شفتك، وطبعا أنت ما شفتيني وقتها،
بعدين نحن تقابلنا بالعرس. بصراحة خبرته لكنان وهو شجعني أحكي معك. دقيقة ما فهمت عليك، كنان شجعك تحكي معي؟ وهلأ قدري بالحياة رح يتغير، وأخيراً رح صير من عائلة دمير أوغلو. أهلين وسهلين. أهلا وسهلا هزة، وين الوراق؟ جوا بالسيارة، اركب، في شغلات تانية بدي ورجيك إياها. ماشي. وين الوراق هزة؟ أنت شو عم تسوي؟ هزال على مهلك، انتي جنيتي؟ ايه جنيت. كيف يعني جنيتي؟ لك انتبهي، حط حزامك. على مهلك شو عم تساوي؟ انتي ليش هيك عم تسوقي؟ شو في؟ اهدي وارجعي لوعيك بلا جنون. قبل ما تفهمني كيف تخليت عني بهالسهولة ما رح انزل من هالسيارة. لك حاجتك جنان هزال، شبك عم تشوفي مو هيك؟ قديش صار الوقت وما نمبيني. خلاص ملاك، انتي كتير علقتي على البنت. هاي بنت صبية بدها تتمشوار، أكيد ما رح تضل محبوسة مثلنا كل يوم هون. لا عمتي مو هيك، أنا بعرف بنتي أكيد صاير معها شي، هي عم تتصرف بغرابة ما عم بفهمها. ملك مشان الله طلعي هالأفكار السيئة من راسك. ماشي عمتي، الحمد لله طلقت من زوجها المجنون وفجأة بتختفي من دون ما تعطيني أي خبر، وأنا خايفة يساوي لها شي. ملك لا تكوني متوهمة لهي الدرجة، هزال بنت عاقلة واعية وبتعرف منيح كيف تحمي حالة من أي خطر، وبعدين هي لسه جديد تخلصت من أوجاع فراق، خليها تتنفس شوي، لا تضغطي عليها لهالدرجة. ماشي عمتي رح حاول. لك انتبهي هزال، ديري بالك، انتي ليش عم تسوي السيارة بهالجنان؟ شوفي، تركنا من سواقة السيارة وجاوبني على سؤالي. أي سؤال؟ أنا ما فهمت شو عم تقولي هزال. لهلأ ما فهمت؟ معناتها افتح أدانك واسمعني. لك انت كيف بتتخلى عني بهالسهولة بكل مرة؟ جاوبني لشوف. كيف عم بتخلى عنك؟ شو خطر عبالك هالموضوع؟ ولسه عم يقول شو خطر عبالي. يا ريت تفكر شوي، بلكي بتعرف شو السبب. لك مو انت شجعته لبهادير مشان يجي يحكي معي؟ لهالدرجة انا ما إلي قيمة عندك؟ شلون بتشجعه يجي يحكي معي؟ لك الشاب اجا وسألني عنك عزبة، أو في حدا بحياتك؟ شو بدي أقله يعني؟ بتقله لا تفكر بهزال. طيب ليش؟ وليش يعني؟ لأنه بقلبي وعقلي ما في غير شخص واحد، وبعرف أنه مستحيل يكون معه، بس أنا ما بدي حدا تاني بحياتي. هزال خلص اهدي، وقفي السيارة بشي مكان لنقعد ونحكي شوي، يلا. وهلأ طلعت لنا قصة طلاق كنان، على خير إن شاء الله. شو؟ كنان وأرماك رح يتطلقوا مزبوط اللي سمعته؟ إيه والله يا عمتي، الصبح خبرني عزيز. بس لما إجوا سوا على العشاء كانوا مبسوطين. عمتي شو صار لك؟ ليش تغير لونك؟ ملاك بدي أقول لك شي، بس لا تعصبي علي. آخ يا خالتي شو هالقدر هاد؟ هزال وكنان لساتهم بيحبوا بعضهم. سكتي، شو خطر عبالك؟ على فكرة والله ما كان بدك الهزكة لحتى لاحظ هالشي خالتي. يا بنت عيب عليكي، بلا هالنميمة. يو مو نميمة بنوب، أنا بس كنت عم أقول الحقيقة، وهي الحقيقة يلي ما في اثنين بيختلفوا عليها. بلا حكي فاضي ميلوش. بس بدك الحقيقة خالتي، مرته لكنان منتبهة على كل شيء. بالله جد؟ طبعا، لأنه بس العشاء بيفهموا هالأمور. انتي تذكرتي مو هيك هداك الفيلم؟
والله ما بعرف شو بدي احكي معك. كيف بتعمليها؟ فهمنا ميلوش بنص عقل، بس انت كيف بتساويها؟ معقوله تحكوا على انسانه اجت على بيتنا وقعدت على سفرتنا؟ بليق فيكي هالشي عمتي؟ ملاك بترجاكي لا تقولي هيك، قلبي عم يوجعني. معناتها أرماك سمعت حديثكم وأساسا هي كانت عم تتحسس من كل شي، وانتو سكبتوا الزيت على النار. آخ، نحن هدمنا لبيتها للبنت المسكينة، دخيلك يا ربي تسامحني على هالذنب. طيب بالنهاية ما في شي نساوي، وأساسا الواحد ما بياخد قرار الطلاق من شان هيك مشكلة، أكيد في خلاف بيناتهم. أنا بتمنى إنه ما يكون إلنا علاقة. أكيد ما إلكن علاقة، من إمتى حدا بياخد قرار بالطلاق حسب كلام الناس؟ صار مثل ما بدك، إجينا وقعدنا، يلا أحكي لشوف. شو بدك تسمعي هذا؟ باليوم اللي تزوجتي فيه فورال انقطعت أنفاسي وكأني متت وصرت نص إنسان، بس أنا تعلمت شيء. وشو تعلمت؟ يلي بيروح ما بيرجح. مو دائماً اللي بيروح بيكون بيرضى، بس بيحكي بيعطي توضيح. أنا ما تخليت عن علاقتنا، أنت اللي تخليتي، لهالسبب ما لازم تتأثري بكلامي، فهمتي؟ وصدقيني هزال أنا ما بدي غير سعادتك وبس. أنت ما بدك تفهمه هيك؟ سعادتي ما بتتحقق غير لما بكون جنبك، بس بعرف إنه ما رح يصير هالشي. شو بدي أقول هذا؟ شو عم تستني مني قول؟ ها؟ بالرغم من الأوجاع وخيبات الأمل يلي خليتيني عيشها، وبالرغم من إنك تركتيني لتتزوجي رجال غني، بدك ياني اهتم بكلامي مشان ما تزعلي، معقول؟ كينان استني، لسه ما خلصت. قلتلك أنا ما تخليت عنك، أنت تخليتي، أنت اللي تركتيني لحالي ودرتي ظهرك ورحتي هزال، وبالرغم من كل هالشي لساتني بحبك بجنون، لسه شو بدك مني هزال؟ كيف يعني حطت بند جديد على الشروط يلي اتفقنا عليها؟ إبرو لو سمحتي عندي مكالمة كتير مهمة، بتقولي يلي بدك يا بعدين ماشي؟ مثل ما قلت لك سينان بيك، قدرنا انه ناخد قرار بالطلاق من محامي ضيفنا خانو بجلسة المحكمة. طيب انا فهمت هالشي، بس يلي انا ما فهمته كيف قدرت تاخد حق الاراضي؟ جاوبني لشوف. انت اللي وافقت على هذا الشيء اذا بتتذكر. امتى وافقت على هالشيء؟ ليش ما عندي علم؟ شو هاد لعب اولاد؟ سينان بيك اتصلت فيك امبارح المساء وكان جنبك موسيقى واصوات عاليه وشرحت لك الموضوع وانت وافقت، كيف ما بتتذكر هالشيء؟ خلص لا عاد تحكي، انا فهمت. مو تاخرتي لتفهمي انه ما راح تكوني مبسوطه من دوني؟ لهيك اتطلقتي من فورال؟ لو سمحت بلا هالحكي كنان، لأنه أنت بهالطريقة عم تجرح لي قلبي. احكي لي لك. أنا أساساً ما كان بدي أتزوج فورال، لأني كنت حبك دائماً. طيب ليش؟ آه؟ شو صار لحتى البنت اللي بحبها تركتني فجأة؟ بالبداية لازم تعرف أنا بحياتي ما خنتك كنان أبداً، وحتى لما كنت متزوجة. شو اللي عم تقوليه هذا؟ فورال لعب علي لعبة لأني بشبه زوجته السابقة، أغمى علي بالقارب، ولما فتحت عيوني كان جنبي وكتير خجلت وقتها. ليكون هداك الحقير، وأنا هيك كنت مفكرة. وبعدين لما رحت لعند الدكتورة عرفت إنه ما سوى لي شيء، ولما كنت مفكرة إنه اغتصبني ما كان فيني روح لعندك. خليل وإبرو لعبوا علي، كنت لحالي، كنت عاجزة، فكرت إنه فورال اغتصبني، كنت كرهانة حالي وكان بدي إياك تكرهني كمان. ما فيني إنساك أبداً، بس كنت بتمنى تنساني. الشيطان عم يقلي روح وضل اضربه للواطي فورال وكسر له عظامه ليدفع ثمن وساخته هي. لا اصحك كنان، وعدني انك ما رح تقرب من فورال والا كثير رح اتضايق. ماشي انا بوحدك، ماشي وعد.
طيب ليش ما خبرتيني طول هالوقت؟ مفكرني كنت مبسوطة لما كنت عم عاني من هالأوجاع. بس كان بقينتك مبسوطة. ليش خبيتي عني هيك شي؟ ها؟ طالما بدك تتزوجي فورال غصبا عني كان فيك تخبريني. معقولة هلأ أعرف؟ بس لأنك خفتي من واحد مجنون تدمرت كل سعادتنا ومستقبلنا هزال. لا تقول هالكلام، أساساً أنا مقهورة. الحقير خليلي اللي كنت مفكرته أبي وإبرو كمان شوشولي عقلي لحتى لقيت حالي متزوجة فورال. كان كابوس. بس صدقني أنا ما خنتك كينان، وحتى لما كنت متزوجة دائماً كنت فكر أنه رح يجي يوم وينتهي هالكابوس، وفكرة أني رح اجتمع فيك هي اللي كانت تخليني قوية. صحيح فورال لعب علي لعبة وقنعني بالزواج، بس حطيت عليه شرط لأقبل إنه ما يلمسني. تفضلوا، صحتين وهنا. شكرا لك. شايفين يا رجال هالمرة الحلوة هي؟ صاحبة هالمطعم الرائع وكل الأكلات الطيبة اللي رح تاكلوها من إيديها هي. تفضلوا قعدوا على الطاولة. دايا وين هزال؟ ما عم شوفها هي بالمطبخ شي؟ مانا هون وما رح تجي. كيف مانا هون؟ وين هي؟ وين ما كانت تكون، صبية بتكون بمشوار مع رفقاتها. بعدين انت شو إلك علاقة فيها فورال؟ إلي علاقة فيها؟ طبعاً أنتي إما وإلك علاقة أكبر. طلع فيني، اصحك تعمل شي ولا ترفع صوتك أبداً، وإلا بقلعك من هون. فهمت؟ هلأ فوت وكل مثل البشر. كيف صار فينا هيك يا هزال؟ كيف؟ ما بعرف، أحياناً القدر ما بيخلي العشاء يجتمعوا مع بعض. مو صحيح. كيف يعني؟ أنا تخلصت من فورال بس أنت متزوج أرماك، ما رح تزبط وما رح نجتمع أبداً. يمكن اليوم اللي تحدينا فيه القدر هو هذا اليوم. شو قصدك تقول؟ أنا وأرماك رح نتطلق. ليش؟ لأنه عشقنا ما كان حقيقي. صحيح حبيت أرماك وبحبها، بس حب مختلف، وهي فهمت هالشي مع الوقت، ولأنه عندها كبرياء ما حبت أنه تستمر بهالزواج أبدا. أرماك إنسان منيحة، أنا ما بتمنى تزعل. صح، وأنا هيك بقول. إن شاء الله تتعافى من مرضها بأقرب وقت. كينان، لما كنت جنب أرماك بمرضها أنا كتير قدرتك. صحيح كنت أتوجع لما أشوفكن مع بعض، بس كنت دايماً أقول هذا الرجال اللي بحبه. كنتي بتعرفي إنك ما بتعشق أرماك؟ طبعاً كنت بعرف، وكنت دايماً أقول لحالي يا ترى رح تسامحني شي يوم. مضيت، كل شي مضى. كينان عن جد كل شي مضى؟ طيب أرماك ايمت قالت لك بدها تتطلق؟ قبل يومين. يعني لما حكيت مع بهادير كنتوا بدكن تتطلقوا؟ ايه شو فيها؟ مع انك بتعرف انه أرماك بدها تتطلق منك، انت شجعت بهادير لا يحكي معي. وينك يا هزال؟ مع مين انتي؟
وشو رح يصير؟ يعني بعد طلاقك من أرماك؟ وشو رح يصير؟ ما بدي يتأذى حدا، وبدي يصير الشيء اللي ممكن يفرح الكل. مينها؟ فورال. شو بده؟ ما بعرف، رح يضل يتصل، لازم رد. نعم فورال. هزال، وين انت؟ كتير قلقت عليكي. وليش لا تقلق علي؟ ما كنتي بالمطعم يا مرتي، فأنا آسف لأني قلت لك مرتي، وأمك ما بتعرف وين كنتي. وين ما كنت كون، شو دخلك أنت؟ حاجة، اعترفي، أكيد بيعجبك أني ضل أتصل فيكي وأهتم فيكي. ما شو يلي عم تخبصه فورال، ليش لا تعجبني؟ أنت مجنون. خلاص تركينا من هذا الحكي هلأ، وين أنت ومين جنبك؟ أنت ما إلك علاقة. فورال بيك، إذا بتفكر مرة تانية إنك تضايقها لهازال وقتها أنا رح حاسبك بإيدي، فهمت؟